حلقة جديدة معاكم أعزائي المشاهدين من برنامج ومنكم نستفيد، وموضوع جديد في يخصنا ويخص حياتنا اليومية نعاني منه في المجتمع. راح نلاحظ بأن غالباً نركز على بعض الشغلات السلبية من أجل أن إحنا نظهر الجوانب الإيجابية. مرات نحتاج أن نركز شوية على الشيء السلبي على أساس أن نطلع منه الشيء الإيجابي، بس هذا ما المفروض أنه يكون بشكل دائم أو يكون ثقافة عندنا، أو أنه ممكن نتبرمج على هذا الشيء أنه غالباً الخطأ إحنا ممكن إحنا نطلع منه الشيء الإيجابي. لكن لما يتفشى هذا الخطأ أو لما يكون عندنا هذه الظاهرة السلبية، لابد ان احنا يكون لنا دور في ان احنا نحاول نركز عليها بحيث ان احنا نتكلم عن الجانب الايجابي، او شلون اقدر احول هذه الظاهره السلبيه الى ايجابيه. الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم اللي هو الاذن المتحدثه، الاذن اللي تسمع وتتكلم بناء على يتكلمون بناء على اللي يسمعوه، مو على اساس اللي ممكن يشوفونه او على اساس اللي يفكرون فيه. ومع الأسف إن غالباً الإنسان اللي يعطي إذنه أو إنه يسمع ما يكون في أي مشكلة عند اللي نقل هذا الكلام، كثر ما تكون المشكلة عند المستمع. ومو بس المشكلة عنده إنه هو استمع، المشكلة في إنه هو أخذ فكرة ووضع النتائج وحكم على الأشخاص اللي سمع عنهم بدون ما أنه هو يتحقق من هذا الكلام، فقط لأنه قد يكون هذا الشخص اللي نقل هذا الكلام من المقربين، أو سنوات معرفته فيه سنوات طويلة، أو قد يكون سبق هذا الشخص في هذا المجال. ممكن الإنسان إذا وقع في هذا الخطأ ممكن يعطي حق نفسه أعذار كثيرة ما نقدر إحنا نتقبلها، إلا أن إحنا نقدر نشير بالخطأ على الشخص اللي سمع من طرف واحد أو أخذ هذه المعلومات وبنى عليها فكرة وانطباع عن هذا الشخص أو عن هذا الشيء أو عن هذه الفكرة، فقط لأنه ما تحقق من هذا الموضوع من نفسه. ما بيقول أنه والله المجتمع النسائي أكثر من المجتمع الرجالي، لأن قاعدين نشوف الحين الكل بكل القطاعات وبكل مكان صاير الكلام أو اللي يبي يسمع، سواء كان رجل أو امرأة أو إذا كانوا في مجال عمل أو في المجال العائلي أو في مجال حتى المجتمع، كل هذه الأمور قاعد في صراحة في تزايد مع الأسف. والشيء اللي يعني يفاجئ الإنسان إنه شلون في بعض الناس اللي إحنا يكون عندنا ظن فيهم ظن حسن، أو إن إحنا عندنا يقين بأن هذول الناس فئة مثقفة أو فئة واعية، إلا أن إحنا ننصدم في هذه الفكرة لما نسمع أو لما نعرف بأن هذا الشخص أو نتأكد أن هذا الشخص أو هذه الإنسانة أو هذا الإنسان من النوع اللي يعطي إذنه أو أنه يسمع ويبني أفكاره وعلاقته على الآخرين. ما في أتوقع أحد يعني أعزائي المشاهدين ما تعرض حق هذا الموقف. ممكن هذا الإنسان اللي قاعد ينقل عنه الكلام، أنا أو أنت أو أنت أو إلى آخره، ما في أحد ما تعرض حق هذا الموضوع أن أحد تكلم عنه. وما أعتقد أن إحنا وايد حسنين الظن في ذواتنا بحيث أن إحنا ما تسببنا هم ممكن في أن إحنا نتكلم عن الآخرين، وإن كان حتى تحت مسمى حسن النية، أو كانت نيتي زينة، أو ما كان قصدي، أو ما كنت أعرف، أو ما كنت أقدر، أو الأمور هذه كلها اللي تعتبر أعذار ممكن الإنسان يخلقها لذاته أو حق نفسه على أساس أنه هو يقلل شوية من تأنيب الضمير اللي هو ممكن يحس فيه. ولو أن أنا بالنسبة لي أتوقع أن الإنسان اللي عنده القدرة على أنه هو ينقل الكلام حق الآخرين، ما أعتقد أن نسبة صحيان الضمير عنده عالية مثل الإنسان اللي ممكن هو يعني يتحرص في أنه هو يتسبب. خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأشياء اللي كان يستعيذ منها كان يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أقترف سوءا أو أجره إلى مسلم. يعني هذا الشيء لو أنه مو خطر وشيء يعني يضعف الإنسان ويضعف قلوب الآخرين تجاه هذا الإنسان، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينهي عنه فقط، إلا أنه هو كان يستعيذ منه، وكان يستعيذ منه لما كان يطلع من البيت. لأنه سبحانك يا رب، الإنسان لما يطلع من البيت خلاص يبدي يختلط مع الآخرين بالعمل في المجتمع، والحين نمط أو ثقافة مجتمعنا يعني تلزمنا بأن احنا على طول في تجمعات عائلية، تجمعات مع الأصدقاء، تجمعات عملية حتى العمل.
اصبح العمل شويه اخذ منهج او اتجاه غير عن العمل اللي احنا يعني من سنوات كان فقط يعتمد على فتره العمل اللي هي فتره صباحيه او اذا كانت الفتره المسائيه. الان اصبح العمل ياخذ له ممكن ايام ويحتاج حق اكثر من مكان، فانه هو الانسان يقدر يشتغل او يعني يحتاج انه هو يشتغل في هذا العمل. فهذه الامور كلها، هذه التغيرات اللي قاعده تصير قاعده تخلي الانسان سبحان الله قد يكون في عنده بعض الاشياء او بعض الضغائن اللي تكون مخفيه عن الناس هي اللي تتسبب في انه يكون هذول الطرفين موجودين، هذا الانسان اللي ينقل والطرف الاخر اللي يستقبل. بالنسبه حق اللي نقل هذا الموضوع ممكن احنا نحط له مليون عذر وما يعني بان هذا الانسان قام بالفعل الخطا، لكن الطامه الكبرى عند المستمع، خاصة لما يكون هذا المستمع ذات خبرة وذات يعني مقام وذات مكانة مثلا اجتماعية أو مثلا في العمل يكون مدير أو مسؤول. لأن احنا نتفاجأ بأنه استمع من طرف واحد وبنى فكرة وأصدر حكم على هذا الشخص. إضافة إلى ذلك مشكلة الإنسان اللي يسمع يعني اتفق عليها العديد من المفكرين ودكاترة حتى علم النفس، بأن الإنسان اللي ينقل والإنسان اللي يستمع اثنينهم في عندهم مشكلة في الثقة وعندهم مشكلة نفسية، فإنهم عندهم القدرة على أنهم يخربون على الناس والطرف الثاني عنده استعداد على أنه يتقبل هذه الأفكار أو هذا الإنسان بدون هذا الكلام من هذا الإنسان بدون ما أنه حتى يكلف نفسه فإنه يتأكد من هذا الكلام. إضافة إلى ذلك في آية كريمة صريحة في القرآن الكريم لما الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد أن الإنسان يتبين من هذا الكلام، خاصة لما يكون الشخص اللي قاعد ينقل هذا الكلام قاعد ينقل كلام يعني مثلا سيء أو أنه مثلا يتكلم أن فلان الشخص هذا تكلم أو هذه قالت. الحل الأمثل حق هذا الموضوع بالدرجة الأولى مو ان انا فقط اواجه الناس اللي قاعد يتكلمون هذا اللي قاعد يتكلم والطرف الاخر، لا، المشكلة حلها عندنا احنا، لازم انا اعيد الكلام حق هذا الانسان اللي نقل لي هذا الكلام واخليه يعيد النظر في ذاته وفي قدرته على انه هو يخرب على الناس، واعيد النظر في 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 ذاتي او في انا كوني الانسان اللي نقلوا لي هذا الكلام، لازم اشوف شنو هذا، شنو التصرف اللي انا قاعدة اتصرفه اللي عطيت مجال حق الاخرين في انهم يظنون او يتوقعون بان لما ينقلون لي هذا الكلام انا ممكن انا اصدق وممكن انا اطلق حكم وممكن انا اتخذ حتى اجراء تجاه هذا الشخص اللي انا قاعدين نتكلم عنه مثلا. انا اتوقع بان بعد ما ان انا اتاكد من ان الموضوع قد يكون مرض او مشكله نفسيه عند هذا الشخص اللي نقل لي الكلام، اتوقع ان موضوع المواجهه سواء انا اواجه هذا الطرف او اني انا اواجه الطرفين اللي قاعد يتكلمون عن بعض مع بعض، وبالتالي كل منهم مثل ما نقول يدلو بدلوه ويتكلمون وتبين الحقائق عند الطرفين. لكن انا اكون الطرف المستمع من الجميع ويصير بس رده فعلي فقط بناء على كل شخص شنو نقل لي، اتوقع ان هذه مشكله. لابد ان نرجع حق هذا الموضوع، ولابد ان احنا نحاول نحصن نفسنا ونحصن بيئتنا من ان احنا نكون من الناس اللي قاعدين نستقبل فقط من الناس بدون ما ان احنا نحسن الظن فيهم، لان هذه مشكله وايد كبيره. وان شاء الله اكون اعطيتكم نبذه عن هذا الموضوع او ممكن اعطيكم الطريقه اللي ممكن تعيدون فيها النظر في ذواتكم وفي الاخرين، الى ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقه قادمه من برنامجكم ومنكم نستفيد.